بسم الله الرحمن الرحيم. مع إطلالة عيد الأضحى المبارك نحب أن نقدم التهاني للجميع، كل عام وأنتم بخير، ونذكر أهلنا بالأخذ بتعليمات وزارة الصحة التي جاءت من أجل مصلحة الجميع ومن مقاصد الشريعة الإسلامية الحفاظ المحافظة على النفس البشرية، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الالتزام بالمعايدات والابتعاد قدر الإمكان عن الاقتراب بين بعضنا البعض، وإذا اضطررنا للدخول إلى المساجد ندخل مع الكمامة ومع سجادة الصلاة وأن نأخذ المعقمات، هذه من أجل مصلحة الجميع. كل عام وأنتم بخير.